أهلا وسهلا متابعي قناة سيف وولف، أتمنى أن تكونوا بخير. سنتابع من خلال هذا الفيديو أبوت الليس أو ما يعرف بالجاثوم. من منا لم يعش هذه التجربة المرعبة؟ من منا لم يسمع بهذا الاسم المرعب أبوت الليس أو الجاثوم كما يطلق عليه في سائر البلدان العربية؟ أو بالأحرى، من منا لم يعش هذه التجربة المرعبة أثناء النوم مع هذا المخلوق المرعب والمخيف؟ أبوت الليس أو الجاثوم هو شخصية ألقت الرعب في قلوب الجميع، وإلى يومنا هذا ما زال البعض يعاني منه، وهو يصور على أنه مخلوق مخيف أو من الجان يأتي للشخص في الليل أثناء نومه ويلقي بكل حمله على صدره ويحاول خنق الضحية أثناء نومه، وفي تلك اللحظة يفيق النائم من نومه ولكنه لا يقدر لا على الحركة ولا على الكلام ولا على فعل أي شيء، ولا يشاهد أمامه في ظلام الليل سوى كائن نائم فوقه ويحكم قبضته عليه محاولا خنقه. وبالفعل يشعر الشخص النائم بأنه سيفارق الحياة، وقد يقول بينه وبين نفسه في تلك الثواني المرعبة: لا، هذا حلم، لا يوجد شيء. وحينها يزداد الأمر سوءا ويصبح ذلك المخلوق أبوت الليس يخنق أكثر النائم، ولا يمكن للإنسان في تلك اللحظة النجاة إلا بجمع كل قواه ومحاولة التخلص من هذا الشلل الذي أصابه ودفع أبوت الليس من فوقه ليفيق في تلك اللحظة من نومه ولا يجد شيئا، فيشعر كأنه كان في كابوس مرعب. وأما بالنسبة للعلم فإنه يعتبر هذه العملية الشلل النومي، هذا يجعل الشخص واعيا تماما لكنه لا يتمكن من الحركة. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تكون هذه الحالة مصحوبة بالهلوسة، حيث غالبا ما يعتقد الشخص الذي يصاب بشلل النوم بأنه يحلم، لأن الشعور مشابه لشعور الشخص الذي يحلم، لأنه لا يقدر لا على الحركة ويكون متجمدا في مكانه. ما يزيد من ذلك الشعور عنصر الهلوسة، حيث يرى الشخص عناصر خيالية في الغرفة التي تكون شبيهة بالأحلام. يبقى أبوت الليس أو الجاثوم من الشخصيات المرعبة في تونس وفي سائر بلدان العالم العربي، ولكل تفسيره الخاص لهذه الواقعة. وأرجو أن تروا لنا إن كنتم قد عشتم هذه التجربة المخيفة أم لا. في النهاية أتمنى أن يكون قد نال أعجابكم الفيديو، الرجاء الاشتراك بالقناة. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم في رعاية وحفظ من الله.